أعزائي المشاهدين، مرة أخرى بحييكم من جبل التطويبات، وعاوز أختم هذه الحلقة إنه المسيح بركز على الدافع القلبي، يعني من القلب تخرج الأفكار الشريرة، وجاء المسيح ليعالج الخطية. يمكن أنت اليوم محطم بخطية من الماضي، يمكن أنت بسبب غضبك قتلت في داخلك أو اشتهيت في داخلك، والكتاب المقدس بسميها خطية. لكن احنا شفنا من حياة يسوع الكاملة وتعليمه وكيف اتعامل مع كتير من الناس لدرجة انه كان الخطاء يأتون إليهم ليعالج. فأنا عاوز أقول انه ما فيش خطية كبيرة أو صغيرة على الرب يسوع المسيح. المسيح دفع الثمن، مات على الصليب لكي يكون بديلا عنك ولكي تحصل على البر، بر الله في حياتك، وبتحصل على الولادة من فوق والخلاص بنعمة الرب يسوع المسيح. كل ما عليك اعترف بخطيتك، توب وآمن بالرب يسوع المسيح فيخلصك ويغفر خطاياك أيضا. على فكرة بحب أسمع منك.